في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. اجواء جميلة قبل كل شيء، اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة، حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. والآن مع انطلاقة المباراة، روبرتسون، ساديو ماني، فرصة للتسديد، إنقاذ رائع من حارس المرمى، تيليمانس، ديدي، ماديسون، بارنز يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع، يستعيد الكرة سريعا، فينالدوم، روبرتو فيرمينو، ماديسون، إيفانز، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، ماديسون، رمية جانبية إذن، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، محمد صلاح، بارنز، سينجي، ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة، ديدي، هارفي بارنز، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق، يقطع الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية، بارنز، ماديسون، تشيلويل، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، فاردي، فعلوها، سجلوها في الشباك، كرة عرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. تغيير يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. على الرغم من قبول هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف لأنه عندهم وقت طويل من أجل العودة. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة أمام الفريق المنهزم، 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة.
يلعبها طولية. هندرسون، روبرتو فيرمينو، ماديسون، تشيلويل، ديدي، إيفانس، ينطلق إلى الأمام بسرعة، يمر يلعب كرة بينية، أندرسون لا يمكن إهدار، محمد صلاح، بارنز، فابينهو، محمد صلاح يلعب كرة بينية، بارنز، ماديسون، تشيلويل، سينشي، سينشي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، روبرتو فيرمينو، ماديسون، لمسة بينية، بارنز خسر المواجهة أمام خصمه. ماذا بعد كل هذا؟ هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. الكرة ملعوبة من مسافة، محمد صلاح يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحصل عليها فينالدوم، لمسة بينية وصلت إليه، يحاول أن يلعب محمد صلاح، بإمكانه إبعاد الكرة، الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. أمام فرصة للتسجيل، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يرفعها داخل، ساديو ماني، الله على هذا التألق لحارس رائع، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. دفاع قدم مباراة كبيرة جدا، أخطأ مرة واحدة وللأسف أن الخطأ تسبب في كارثة. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. بعد أن انتهت مباراة الليلة نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في مباريات قادمة. شكرا لكم على المتابعة والحضور سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء.